بدأوا عدد اليوم من جورنال فيرب خبر عنوانه مدرب جيش الملكي يمدح أنس نيتي في لقاء الرجاء. وتحدث عزيز الصمادي مدرب جيش الملكي بخصوص المباراة اللي جمعت فريقه بضيف الرجاء الرياضي واللي انتهت بتعادل السلبي 0 لمثله، وأكد أنه كان كيسأل الفوز وتحقيق اللقب من خلال هذا اللقاء. وقال الصمادي في الندوة الصحفية لثلاث المباراة الرجاء بحث على حظوظه والفوز، لكن عزيمتنا كانت كبيرة لتحقيق الانتصار أمام جماهيرنا وكنشكرهم على الحضور وعلى مساندتهم. وبخصوص الشوط الأول خلقنا بعض الفرص لكن كانت كتنقصنا اللمسة ما قبل الأخيرة لتسجيل الهدف، واللاعبين قدموا مستوى رائع. وتابع الرجاء في الشوط الثاني لعب بخطة الدفاع وغلق جميع المنافذ واعتمد على الكرة الثابتة. كنشكر اللاعبين على مجهوداتهم ومازال عندنا مقابلة أخيرة ومتفائلين بزاف من خلالها. واختتم الصمادي حديثه بالقول الكل كيعرف قوة أنس نيتي وتجربته في حال هذه المباريات، واللاعبين حاولوا باش يسجلوا بما أمكن عليه لكنه كان سد مانع وتوفق. أبو شروان مواجهة الجيش الملكي كانت صعبة وهدفنا كان هو البقاء ضمن الأربعة الأوائل في ترتيب البطولة. وصرح هشام أبو شروان المدرب المؤقت لفريق الرجاء الرياضي أن المباراة اللي جمعته بالجيش الملكي كانت صعبة، وأكد أن الهدف الأسمى كان هو البقاء ضمن الأربعة الأوائل في سبورة الترتيب. وقال أبو شروان في الندوة الصحفية كنا كنعرفوا أن المقابلة غتكون صعيبة أمام فريق كيطمح للفوز باللقب، علما أنه كانت عنده ضغوطات كبيرة لتحقيق ثلاث نقاط اللي غتمكنوا رسميا من التتويج بالبطولة. وتابع هدفنا كان هو اننا نبقاو بين الاربعه الاوائل في الترتيب، حصدنا نقطه واحده رغم اننا كنا نستحقوا اكثر، كانت محاولات للتسجيل لولا تسرع المهاجمين. اما الجيش الملكي فهو الاخر قام بمحاولات ممتازه لكن كان كينقص التركيز. وواصل ابو شروان الرجاء ديما ما كيلعب تحت الضغط رغم جماهير الجيش، كنا كنتمناو الفوز امام احسن الفرق هذا الموسم، ان شاء الله غنخوضوا المباراه الاخيره بجديه وغنحاولوا الانتصار. واتم ابو شروان الفريق ديما ما كيلعب على الفوز وما كيرجعش للوراء خصوصا في مباراه اليوم اللي سبق كلام كثير، لكن حنا جينا للرباط من اجل لعب الكره وسمعه الرجاء فوق كل الاعتبارات. صحيح ان الجيش الملكي عنده مباراه صعبه امام اتحاد طنجه وخاصو يفوز بثلاث نقاط، وزاد خاصنا نكملوا الدوري على احسن ما يرام للاستعداد لكاس العرش اللي ممكن اقامته في الاسبوع الاول من شهر يوليوز والبطوله العربيه، هذا هو هدفنا. وختاتم حاليا المجموعه متكامله والمستوى متقارب بين الاحتياطيين والاساسيين، الرجاء غيكون بثوب جديد الموسم المقبل وغتكون العديد من التغييرات لارجاع الفريق لسكه الالقاب. بعد الحفيري الرجاء يعاقب لاعبا جديدا بغرامة 50,000 درهم، وقررت لجنة تأديبية لفريق الرجاء الرياضي معاقبة اسماعيل مقدام مدافع الفريق الأخضر بغرامة مالية قدر 50,000 درهم بعد غيابه على إحدى الحصص التدريبية. واستمعت لجنة تأديبية الرجاء المقدام والحفيظي بسبب غيابهم على التدريب وقررت تغريمهم 50,000 درهم لكل لاعب مع إبعادهم على مواجهة الجيش الملكي اللي جرات أول أمس الثلاثاء. وكيفرض الرجاء نظام صارم على لاعبيه لمنع قلة الانضباط في التدريب بمعاقبة أي لاعب كيغيب على حصة من الحصص التدريبية دون مبرر أو إذن من الطاقم التقني أو مسؤولي النادي. ووقع مقدام على موسم جيد مع الرجاء رغم المنافسة القوية مع جمال حركة سمروا الهدودي، يضمن رسميته بدفاع النسور بفضل المستوى اللي قدمه في المباريات الموسم الحالي. وسبق الرجاء وعاقب بعض لاعبيه بإنزالهم من الفريق الثاني وتغريمهم 50,000 درهم لغيابهم على بعض الحصص التدريبية. حمزة خابة يهزم أيتمنا بلجنة الأخلاقيات ويتفادى العقوبة. وقضت لجنة الأخلاقيات بالجامعة الملكية بعدم معاقبة حمزة خابة مواجه فريق الرجاء الرياضي بعد توصله بشكاية من أيتمنا رئيس الشركة الرياضية شباب محمدية كيتهم فيها اللاعب بسبو. وأكدت مصادر رجاوية مسؤولة أن لجنة الأخلاقيات استمعت لدفاع خابة قبل ما تحسم قرارها بعدم معاقبة اللاعب الرجاوي المذكور. وكان خابة دخل في تلاسل مع أيتمنا في المباراة اللي جمعت شباب محمدية بالفريق الأخضر بملعب البشير برسم منافسات كأس العرش، الأمر اللي دفع بالأخير لوضع شكاية لدى لجنة الأخلاقيات، غير أن اللجنة ما صدراتش أي قرار تأديبي في حق المهاجم خابة. وكان جماهير الرجاء هجمات أيتمنا بشكل كبير في المواجهة اللي جمعت بين الفريقين بمركب محمد الخامس برسم الدوري الاحترافي، الأمر اللي دفع برئيس الشباب محمدية لاتخاذ قرار رفع من أثمنة التذاكر بحيث وصلت 2000 درهم بالنسبة للمنصة الرسمية. يشال أن حمزة خابة كيلعب الرجاء بنظام الإعارة من فريق الكويت الكويتي اللي تعاقد معه بشكل رسمي وقرر تسريحه للفريق الأخضر لنهاية الموسم الرياضي الجاري. لاعب الرجاء الجديد يقدم وعدا خاصا لجمهور الفريق، وكشف فريق الرجاء الرياضي امس الاربعاء على تعاقده بشكل رسمي مع الجنوب الافريقي هاشيم دومينغو لاعب ماميلودي سان داونز في صفقه انتقال حر. وقال الوفي الجديد على القلعه الخضراء في تصريح للموقع الرسمي الرجاء انه سعيد بالتعاقد مع الفريق الاخضر وانه كيطمح لتجربه ناجحه ومكلله بالالقاب. يسعد الجماهير الكبيره اللي ما كتبخلش على فريقها بالتشجيع ديما ديما رجاء.
وفي نفس السياق كان توصل هشيم دومينغو صانع ألعاب الرجاء الجديد بعرض من الوحدة الإماراتي كيتقدر بحوالي مليار سنتيم من أجل انضمام الفريق في ميركاتو الصيفي المقبل. وطلب المدرب الجديد الوحدة الإماراتي الجنوب الإفريقي بيتسو موسيماني التعاقد مع دومينغو لدرايته بمؤهلاته التقنية ولرغبته في تقوية صفوف الفريق تمهيدا للمنافسة على لقب البطولة العربية للأندية البطالة. ورفض اللاعب دومينغو العرض الإماراتي بعد ما توصل اتفاق رسمي مع مسؤولي الرجاء وفضل توقيع النسور بطلب المدرب الألماني زامباور. نهضة بركان يتربص بحارس الرجاء وكيتربصوا مسؤولي فريق النهضة البركانية بالجزائري غايم رباح حارس مرمى فريق الرجاء الرياضي وذلك بهدف ضمه لصفوف الفريق البرتقالي خلال ميركاتو الصيفي المقبل. وكيسعى النهضة البركانية للتعاقد مع غايم رباح وذلك بعد الظهور المميز اللي وقع عليه خلال شطر اياب الموسم الكروي الجاري رفقة اتحاد طنجة واللي دفع فيه الى الوانه على سبيل الاعاره قادما من الرجاء. وكيراهنوا مسؤولي الفريق البرتقالي على الظفر بخدمات الحارس الرجاوي اللي كيصر انه يلعب اساسي في الرجاء فضل وهوج وتألق أنا زنيتي اللي قنعوا محمد بودريقة بمواصلة مشواره الناجح رفقة الفريق. يذكر أن عقد غاية مرباح رفقة الرجاء كيمتد الموسمين الرياضيين مع علم أن الحارس الدولي الجزائري كان وقع في كشوفات النسور خلال ميركاتو الشتوي ما قبل الماضي وفق عقد كيمتد 3 سنوات ونصف في صفقة إجمالية قيمتها 350 مليون سنتيم. فريق مصري يقترب من ضم مهاجم الرجاء الرياضي. وقطع فريق زيد المصري أشواط مهمة في مفاوضاته مع الغامبي جبريل سيلا مهاجم فريق الرجاء في أفق التعاقد معه خلال الميركاتو الصيفي المقبل. وكشف مصدر مقرب من الرجاء أن مهاجم هذا الأخير في مفاوضات متقدمة مع نادي زيد المصري اللي عبر على اهتمامه بضمه خلال سوق انتقالات الصيفية المقبلة بعد المستوى المميز اللي ظهر به رفقة الشباب الرياضي السالمي اللي كيلعب ليه كمعار خلال الموسمين الأخيرين. وكان محمد بودريقة رئيس النادي الأخضر أخبر في وقت سابق عدد وكلاء اللاعبين عزموا التخلي على لاعبو الغامبي جبريل سيلا وطلب منهم البحث على فريق بامكانه تقديم عرض رسمي لشراء عقد اللاعب حيث بدات عده انديه في القسم الوطني الاول رغبتها في التعاقد مع جبريل سيلا اللي مازال كيرتبط بعقد مع الرجاء كيمتد الموسمين اضافيين. كان هذا اخر خبر رجوي في عدد اليوم جورنال فير في امان الله ونتلاقاو في اخبار رجوي جديده ان شاء الله. إلا بان لكم العمل ديالنا كيستاهل تشجيع ما تنساوش الاشتراك في القناة والإعجاب بالفيديو وتخليو شي تعليق فيه آراءكم وتشجيعاتكم وحتى انتقاداتكم لنا. Yeah.